خصوصا ان دابا من بعد الكوفيد السي محمد انت كتعرف بان راه كاينه فرصه كبيره تاريخيه ان الايكوميرس في الكوفيد اخاي بوبو حرا دابا الايكوميرس تعطل ما بداش هاد الايامات هادي تاع كوفيد ملي سمعني كنقول بحال هكا تطبع الفلوس تحمس لان هاد الجمله هادي شويه مرعبه قلت له الايكوميرس ايامات الكوفيد بحال هكا تطبع الفلوس تحمس قال لك خاي سيمو قول لي شنو ندير قلت له شوف داكور واخا سي محمد بزاف ديال الناس كيسولوا على شنو هما لي زيتاب هما المراحل اللي خاص الواحد يتبعهم باش يدير كارير في الاي كوميرس هادو من ضمن الاسئله اللي جاوني بزاف خصوصا ان دابا من بعد الكوفيد سي محمد انت كتعرف بان راه كاينه فرصه كبيره تاريخيه ان الاي كوميرس في الكوفيد اخاي بوبو حرا دابا الاي كوميرس خاي بوبو انا عندي الطاطا غيساني عنده الطاطا انت كتعرف الغيساني ممكن تجلس معاه تقول ليه قول لي شنو طرا في الكوفيد عندكم في يوكان اجي عاود لك كل شيء انا طرا لي مشكل مع الدراري ديال التيم في اللايف ديال غسان الخراني الحمد لله ما دارش سيف التيم اللي معايا كامل قال لي لا ما كانش عليك كاع تدوي في الطاطا كامله ما تبقيش تدوي فيها كاع ما تبقيش تدوي في الارقام اللي كيطراو في يوكان ما تبقيش تجبدهم كاع و فهمتي وبالمناسبه يوكان راه ماشي ديالي يوكان عندي فيها 15% يعني ما عنديش القرار وما عنديش التصرف في الموضوع دونك انت ماشي هو لاكسيونير ماجوريتير في يوكان لا ماشي انا هو لاكسيونير ماجوريتير في يوكان داكور وما كاينش اخي عندنا لحد دابا ما كاينش عندنا شي اكسيونير اللي عنده الاغلبيه ديال 51% يقدر نتحدوا على قرار الا بغينا نتحدوا قرار خاصنا نجمعوا 3 4 فهمتي يعني خاصك تجمع 3 4 الاطراف باش تكون الاغلبيه باش ديك القضيه ديال لي سوكر القرار يدوز وفي اللايف مع غسان كنت كندوي بزاف على الارقام اللي طراو في الكوفيد وشنو طرا في الكوفيد وواحد خونا كيبيع كذا كذا اكثر من كذا كذا في النهار والمهم طرا ما نقولش طراو مشاكل ما منحقهم قالوا لي ما الارقام اللي كنتي كتشوفو ما خاصش تخرجو anyway اخاي بوبو في الكوفيد حاليا في الكوفيد في هذه الفتره هذه الاي كوميرس تضاعف واحد الوتيره خيالي وعاد كنتوقعوا من ورا الكوفيد لان بنادم غادي يكون ولف غادي يكون الانسان ولف انه الكوموندي اونلاين الكوموندي الخضراء الكوموندي الخضراء تصور الخضراء كتباع في يوكان الخضراء اللحام الحوت اي حاجه كتخيلها ولات كتباع في يوكان شحال هادي شنو كان الناس كيبيعوا في يوكان كاين كيبيع الريحه كاين كيبيع لي برودوي ديال الشينوا كاين كيبيع تيبقى برودوي ولكن دابا ولات كيتباع كلشي ولات تتباع حتى الخضراء قلت لي شي واحد بغى يبدا الكارير ديالو فوالا بغى يبدا لا كارير ديالو جاوني بزاف الاسئله بحال هكا كيفاش ندير لا كارير ديالي شنو هما لي زيتاب اللي خصني ندير شنو هما لي زيتاب اللي خصني ندير حيت دابا سي محمد كلشي فهم بان الكوفيد دار لاكسيليراسيون ديال لا ديجيتاليزاسيون دابا العالم من مور الكوفيد ماشي هو العالم من قبل الكوفيد يعني الاي كوميرس البارح كنقرا في نتفليكس الناس كيجريو على العمال ديالهم نتفليكس كتخدم كتقلب على شكون اللي غيخدم عندها دابا الشباب ديالنا في المغرب غتكون بطاله بطبيعه الحال من بعد الكوفيد بزاف ديال لي سوسيتي غيديروا فايت فواحد اللي عاد بادي حياته خايبوبو واحد يجاوب واحد الجواب واع لان انا مثلا بغيت شي واحد يكون حافظ وما فهمش ولا بغيتي كارير وتبقى انك حياتك كامله عندك شي حاجه متميز بها بحال انا متاكد ان ما عمر شي نهار يجي السوق غادي يلوح ما عمر غادي يجي شي نهار السوق غادي تبدل عليا واش ما عمر شي نهار غادي يجي وكما كيقولوا بزاف الناس راه يقدر تكون صدقات لك واحد العام عامين ومن بعد ترجع للفقر لا الماضي فقر ما عمر غادي تشوفني في الفقر الحمد لله يعني اشنا هما هاد السكيلز هادو اللي غادي ننصح اي واحد بهم ما يمشيش يركز في الاي كوميرس تعلم سام سكيلز اللي غادي ينفعوك في اي حاجه اشنا هما السيلز والماركتينغ لان شنو اللي نقول لك اخاي بوبو بصراحه شنو ينفعني في الاي كوميرس ملي جيت الاي كوميرس ما شي سيمانه كنت فهمت الكونسيبت كامل علاش لان انت هو كاين برودوي البرودوي شنو هي اول حاجه غادي يخصو الماركتينغ والماركتينغ يلا كيعرف الكليان راه البرودوي كاين عاد من وراها كتجي المرحله ديال تقنعوا بالبرودوي وتكلوز الديل يقدر يكون داك البرودوي بيان سور بحال الدراري كيبيعوا برودوي ب 15 دولار 20 دولار ويقدر يكونوا كنبيعوا برودوي ديال 800 دولار اللي الاخوان ما متعودينش يبيعوه مثلا بحال واحد الصفايه ديال الماء كتركب في الدار بيان سور هذيك ب 800 دولار وكتمشي التيم ديالنا ماشي التيم ديالنا التيم ديال واحد الشركه حنايا كندوزوا لها الديلز وكتمشي كتركب ديك الصفايه ديال الماء وكدير السيتاب وكتاخذ 800 حنا كناخذوا 800 دولار ولكن اشنو هو ستيب هاو البرودوي عطاتو لنا ديك الشركه وكاين حاليا بزاف ديال الشركات هاو البرودوي ما راه خصو الماركتينغ بغيتي دير الكارير ديالك خاصك تقرا الماركتينغ
بغيتي دير واحد الكارير ديالك وتطول معانا هنايا وماشي ما عمرها تمشي بحالك، خاص تعلم غير الماركتينغ والسيلز. وباش نقول للدراري على حق نجبد ما كنكونش نشرح لهم خايبوا بواحد الاي كوميرس، تنقول فريمون كنصنع واحد الجينيراسيون غبيه، دير كليكي هنا كليكي هنا كليكي هنا، ولكن راه ديما في الفيديوهات ديالي تنقول بليز قرا الاي كوميرس قرا الماركتينغ وقرا السيلز. دابا 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 ملي كتقول لهم قراو بداو بهاد جوج الحوايج سيلز اند ماركتينغ، صافي دير كوا يعني فين غيمشيو يقراوهم؟ واش غيقراوهم في ديكور اون لين ولا anyway. قلت لك السي محمد فين تنصحهم يمشيو يقراو السيلز اند ماركتينغ؟ اذا بغيتي تعطي يعني دي زاستوس شي بلاصه فين يقراوها، فين تتعلمتيها، واش كتعلمها بالتجربه؟ شو اخي بوبو من جهه السيلز تعلمت على مراحل. ماشي نقول لك دابا الناس، نقول لك المشكله عاوتاني اخرى، كيبغي يقرا الكتاب لواحد اللي تبدل حياته، وكيبغي يقرا الدوره الوحيده اللي تبدل وغادي تردو من احسن ما كاين في الماركترز ولا من احسن ما كاين في المجال تاع السيلز في العالم. ويرى ما كاينش داك الكتاب الواحد وما كاينش ديك الدوره الوحده. وراه ما عرفتش اخاي بوبو حيلا نسولك انت هذا السؤال، هذا عمرك قريتي كتاب وجيتي كتعاود تقرا ولقيتي باللي فيه معلومات جداد، وجيتي قريتي مره ثالثه ولقيتي باللي فيه معلومات جداد؟ بيان سور. كاينين كتب كنعاود نقراهم بزاف د المرات، وكاينين كتب اللي ما كنكملوش اصلا كنعرفو خاوي وكنلوحو، ولكن كاين كتب اللي الى حد الان وباقي كنعاود نقراه وكنكتشف فيه شي حوايج جداد. هذا الكتاب هذا ما يفوق ما عرفتش قريتي ولا ما قريتي، شفتو عند الزاهد ودايرو في لا ليست. وي هذا قاي تنسمعنا احسن كتاب في العالم، ذا كومباوند ايفيكت، هذا كنسمى احسن كتاب كاين في العالم. هذا نقول لك قريته ما عاش باش يفوت واحد 50 مره نكون قريته. اليوم كنت جالس كنت كنقرا، واخا قريته لدرجه نقول لك يقدر نكون حفظته، وكل مره كنقرا تنقول المره الفايته ملي كنت كنقرا ما ركزتش معاه. داكور يعني نقول لهم فين يمشيو يقراو. يوديمي كاين حاليا تطورات فابور، لان يوديمي مع هذا الكوفيد هذا اللي طار، يوديمي اي تي او ام اي غريك، كاين دورات فابور. انت صبراني قدام البيسينيت، اجي دير يوديمي، اجي كتب سيلز المبيعات يوديمي. اي الشخص اللي يكتب سيلز ولا يكتب ماركتينغ ولا يكتب بالضبط شنو كيهمو، سميو في الاول يقرا الماركتينغ لاباس، على حقاش بزاف تيقول لك واش نقرا الفيسبوك ماركتينغ؟ لا لا لا، في الاول خليك في لاباس، على حقاش ديما كلشي كيتبدل ولكن لاباس كتبقى هي. جو سوي سور هذه الجمله هذه بلا ما نعرف شنو طاري في الطب، جو سوي سور الطب كيتبدل ولكن لاباس كتبقى هي. طبيعه الحال. ولكن انت السي محمد كت يعني كتايد بان الاونلاين كورسز والكتوبه كافيين باش ان الواحد يتعلم، ولا ضروري خاصو يتحك في الطيرا وسميتو؟ لا، ولكن اخاي بوبو حنكون معك صريح، بزاف اللي نفعني حتى الدورات اللي ديبلاسيت على قبلهم. شوف نفعوني الكتوبه بزاف، نفعوني الدورات اللي اونلاين هنا في يوديمي، نفعوني بزاف ديال الدورات ديال بزاف ديال الناس نفعوني اللي هما اونلاين، بحال بوب بروكتور، شحال من دوره شريتها اونلاين، الدكتور احمد عم. المهم دورات اللي شريت في حياتي اونلاين، شي واحد اخر جيف وولكر حتى هو كيدوي على كاين عاوتاني ابن بيغان وي دويتي على ماركتينغ. كاين ماركتينغ من الحوايج اللي قريتها زوينه في الماركتينغ، انا تفكرت واحد ابن بيغان سميت سيد ابن بيغان ماركتينغ ستيب باي ستيب. خايب بوح والله ما كورس واحد اللي قريت، وديما كيكون شي ايفينمون كنتي بلاصه، وديما كنبارطاجي في ستوريات ديالي ديك القضيه ديال هاني غادي دابا ليفينمون الفلاني في الامريكان، هاني غادي الايفينمون ديال 10 اكس بلاس فيغاس، وكنحط سميات ليفينمون وكنبارطاجي التيكيته بحال هكا ديال هاد التيكيته وبشحال شريتها ب 7 المليون. ولكن الا بغيتي تحضر ما ننصحكش تخسر 7 المليون، جي ريحي في السطر لوراني حتى نتايا، جي حق لي 150 دولار 1500 درهم. ولكن ملي كتقول شي واحد انا مشيت لواحد ليفينمون وشريت التيكيته ب 7 المليون، بحال العقليه ديالي شحال هادي ملي كنت في دواري الزيكي، اش كيقول؟ لا دخونا كيتصور عليا انه شريت كتاب ب 7 المليون. لا ماشي هذا هو الهدف، الهدف هو كنقول لك دي بلاصه سير ديزيفينمون ديال الناس، ما يصحابكش راك عارف كلشي، وراه في الانترنت كاين كلشي، راه يقدر في الانترنت يكون كلشي. ولكن بحال اللي قلتي جو سوي سور هادي حتى كاينه في الطب، جو سوي سور لا تكونيكت انا خايب بوح اونلاين غادي نلقاو بزاف ديال المعلومات غالطه واحد شويه صح. بطبيعة الحال انا دابا سي محمد داير واحد جوج ديال الدبلومات عن بعد في علم الاوبئه، وفي واحد اخر سميتو ذا تشالنجز اوف بابليك هيلث في كورسيرا. كورسيرا دابا دايره اكثر من 100 كور فابور
من اعرق اعرق سميتو الجامعات العالميه. كاين انت قلتي اوديمي، نزيد حتى للناس كاين واحد لو سيت اخر سميتو او دي اكس. او دي اكس هذا كيجيب الدبلومات، كاين بزاف فيهم اللي مجانيين دابا من الجامعات الامريكيه. ونزيد لك واحد الكتاب اخر توا قريتو على الماركتينغ، حيت حتى حنا في القطاع الخاص ضروري خاصك دير شويه ديال الماركتينغ، والماركتينغ هو كيجيني دابا لا باز ديال كلشي، ديال سيت جودن. This is marketing. ما عرفتوش عرفتيه. سيت جودن. S E T H جودن. انت دويت انا سجلت بديت جالس كنكتب السميه. This is marketing. شفتي لي سيت جودن شكون سميتو ولا This is marketing. This is marketing. وكورسيرا داير اكثر من 100 هذا. بقى لنا 20 دقيقه سي محمد، بزاف ديال الناس خايبو بوح. انا بالقاعد القضيه اخرى اللي كتجيني يوميا هي ان الناس خاص شي شويه تبدل. على حقيقه بزاف ديال الناس باقي ما مستعدش انه يقرا اونلاين. اليوم على الصباح كنشوف هذا الميساج هذا عندي ديال علاش اخويا السيمو ما ديرش لنا شي تكوين فيه سيمانه وتجلس معانا سيمانه تشرح لينا حاجه بحاجه وتجلس تورينا ونكونوا حنا شي 20 واحد تبقى تقول لنا كليكي هنا وكليكيو كاملين تما وديروا هادي وتفسر لينا دقه بدقه وتمشي معانا دقه بدقه. صيفط لايك تلانش هاد الفيديوهات هادو راه فيهم داكشي اللي غادي ندير الا جلست قدامك دقه دقه. جاوبتني السيده لا ما كرهناش تكون قدامنا بحال شي استاذ لان الناس تعودات. واحد السيد جالس المعلومه كتجي عن طريق واحد السيد واقف قدامنا كيقول لنا شنو نديرو. وهي راه خاص الانسان راهي في الاول. حتى انا شوف نكونوا صريحين، حتى انا في الاول كانت جاتني صعوبه ديال نجلس نتعلم اونلاين، كانت كتجيني ماشي ما تتماشاش مع الثقافه ديالنا. انا راني من الروض حتى الدوزيام اني بي تي اس باك بليس 2 ولفت واحد الشخص قدامي هو اللي كيعطيني المعلومه. كيفاش غادي نجيب بين ليله وضحاها وتقول لي لا قرا اونلاين؟ ما كاينش داك الفيديو اللي اونلاين ما كانش كيقنعني. ما كانش بحال قلتي تنقول من الاول انا سد دماغي ديال لا محاله غادي يوصل لي المعلومه كما هي، محال واش ممكن ننجح بهاد المعلومات هادو، محال. لا خصني نمشي ندير شي دوره، خصني نمشي عند شي واحد يكون واقف قدامي ويقريني. ما كايناش هاد القضيه. واخا سي محمد وحده هو قرا سيلز ماركت سيلز وقرا الماركتينغ وزعما قرا بزاف ديال الكتب في هادشي، ولا شنو ستيب الثانيه اللي خصو يدير؟ شغل براتيك. على حقيقه انت كتقول قرا سيلز غادي تقرا غادي تدوز للبراتيك، ومن غادي تدوز للبراتيك مشاكل خايبو. شنو هي البراتيك؟ شنو هي البراتيك؟ عطيني شي مثال مثلا. سيلز فيها الفلوس، المبيعات اون جينيرال الدومين تاع المبيعات فيه الفلوس، ولكن راه الناس كتهرب منه. حتى واحد ماشي يحمل المبيعات. تصور انك تهز التليفون تتصل بشي واحد تبغي تقنعو بشي خدمه ويقول لك لا خويا اسمح لي ما بغيتش، وما تبقاش تتصل بيا الله يرضي عليك ويسد عليك التليفون. ريجيكشن يعني عاوتاني غادي تدوي على انه خاصو يدي على الريجيكشن. يعني كندوزو للبراتيك، والبراتيك راه يوميا شخص مكوموندي عندنا من السيت وكتصل منه تقول لك لا ما بقيتش بغيتها ويسد عليك التليفون. هادشي ماشي انا اللي كنديرو، التيم اللي كيديرو، ولكن انت ما كتقدرهم لان انت واحد النهار دزتيهم ديك المرحله وعارف داك الشعور، وعارف داك الشعور كيمشي مع الوقت. يعني الانسان خاصو يدوز للبراتيك. وبزاف ديال الناس اللي بداو قراو السيلز مشى يخدم خدمه عاديه، مشى يخدم كوميرسيال، ولا مشى يخدم، نقترح انه يمشي يخدم حتى اش كيتسمى التيلي ماركتينغ في شي سونتر دابيل. هما الله ما يديروش لواحد حياته كامله تجي دوزها في سونتر دابيل. سونتر دابيل ماشي عيب الخدمه فيه. سجل كنت بغيتي دير التيلي ماركتينغ واحد 3 شهور 4 شهور 6 شهور تخوي تكون اكسبيريونس واعره في حياتك ديال دوك الريجيكشن اللي بنادم قمع في التليفون الرفض وليتي ديتي عليه، ولا الديفلوبر الشخصيه ديالك الخايب هو اللي تسنى دوز حياتك كامله في الكول سنتر. داكور. يعني الواحد من ورا ما يقرا سوا السيلز سوا الماركتينغ سوا بغى يدير لي كوميرس غادي يدوز للبراتيك. ملي غادي تدوز للبراتيك اخاي بوبوح راه النتائج كارثيه، النتائج كارثيه. واخا داكور. واش في هاد لابراتيك واش ضروري الواحد يخسر بزاف الفلوس في الاول ولا لا؟ لا 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 لا. شوف اخي انا ملي كنقول الاي كوميرس علاش كنشجع الاي كوميرس؟ لان فريمون شفت ناس صبر دير اللايف من البورطابل ديالي ما يمكنش بغيت نوريك ما يمكنش صبر غادي نلقاو لها الحل. انت اخي بوبوح غادي نهز البيسي ديالي محلول فيه الواتساب وغادي نوريك واحد السيد كيدوي معايا اليوم. عطيتو قضيه سهله تعطل ما بداش هاد الايامات هادي تاع كوفيد. ملي سمعني كنقول بحال هكا تطبع الفلوس تحمس، لان هاد الجمله هادي شويه مرعبه. قلت لها لي كوميرس هي مات الكوفيد بحال هكا تطبع الفلوس تحمس. قال لك خاي السيمو قول لي شنو ندير. قلت له شوف سير شد برودوي قد ليه فيديو وحطو في فيسبوك ادز ودير ليه غير 10 دولار في النهار. 10 دولار في النهار بارك. واش مستعد انك دير راسك بحال مشيتي تقرا في شي ايكول
بحال مشيتي تقرا في شي ايكول وتخسر واحد 300 دولار في الشهر، الا مشيتي لشي ايكول غادي تخسر اكثر من 300 دولار في الشهر. انت دير ليكول ديالك هي تجي تجلس في داركم وخسر واحد 10 دولار في النهار في فيسبوك، وبعد شهر غادي تكليك راسك خسرتي 300 دولار. اللي وعدك الا ما كنتيش استفدتي دوي معايا رد لك 300 دولار ديالك. اليوم هو مصيفط لي النتائج ديالو، هو مبارطاجي معايا 32 بيعه كتب ليا، صبر نشوفو امتى. هادو يسترداي 11 البيعه نطلعوا، هادو توداي الله بادي النهار 3 ديال البيعات. صبر نشوف واحد الاوديو ديالو. هذيك ما رديت لها البال. الله يحفظك خويا سيما، بعدا نتمنى تكون بخير. الله يرحمها، سرتو الكونفرجن تاع هي طالعه وداكشي زوين والله. وكان بزاف الله تبارك بزاف خيال العين. بعدا عمرني كنصحاب شي نهار غنوصل ل 25. البارح والله يسا دخلت 27% ديال الكونفرت، ما تهيقتش. ثاني تجربه ليا في الاد 27، ثاني تجربه ليا في الاد اول ثاني، يعني هذه قد الاشهار الاولى، هذه قد الاشهار الثاني النتائج كانت اخاي. هادشي اللي كنقول للدراري، شوف ما تحمقش راس. دابا المشكله هو اخاي بوبو حنقول لك في الدومين تاع الاي كوميرس، بحال اللي قلتي واحد ملي كدوي معاه تتخيل راه شي حاجه معقده بزاف وما كيمشيش كاع، تيمشيش كاع كي تيدير شي حاجه، يعني كيبقى تيفكر بزاف وما كيدير والو. والقضيه فين كاينه؟ كاينه في ليكزيكيسيون. هاد السيد هذا والو مشى دار نفس القضيه، تنقول لهم ديما خذ برودوي، وكاع الناس اللي داروها راه داروا شي نتائج. خذ برودوي، قالت لي اشهار فيديو، وكنت ديجا في واحد اللايف شرحت لهم خذ بحال هكا بحال خذ دقيقه الفيديو، خذ اللحظات الحاسمه بحال دابا مثلا الفيديو تاع ماكينه الحلاقه، غادي دير اللقطه فاش كضرب كتحيد الشعر هنا، كتحيد الشعر في الراس، كتحيد الشعر في الصدر، اي دونت نو في شي بلايص اخرين. خذ دوك اللحظات الحاسمه واستفهم ثلاثه ثواني وجيت قد واحد الفيديو فيه اللحظات الحاسمه، هي اللحظات يعني المزيانه اللي كتبان فيها البرودوي، وديروا في الاشاره تاع فيسبوك از، وجو سوي سور المبيعات غادي تكون، جو سوي سور المبيعات غادي تكون مزيان. وباش ما نش نقول اجي يقول لك انا جربت واحد ما خدمش، جو سوي سور غادي يخدموا ليه 8 من 10، يعني غادي يجرب 10 ديال البرودوي غادي يخدموا ليه 8. ولكن باش نكونوا واخا بوبو حنا عزيز عليا الواحد اللي تيخدم، نقول ليه ديرها لواحد 30 يوم ولا ما كانتش النتيجه جربت لك 300 دولار ديالك. اي واحد كيسمع اللايف دابا دونك انت كتضمن هاد القضيه للناس. واش اللي باغي يتلونسا في الاي كوميرس خصو ضروري يكون ضابط لونغلي؟ لا اخاي بوبو، حد السيد هذا خدامين في المغرب، هادو كاملين خدام دابا بزاف الدراري اللي في المغرب خدامين في المغرب، اللي في مصر خدامين في مصر، اللي فاش شنو اللي في السعوديه خدامين في السعوديه، اللي في يوكان كل واحد تيخدم في الدوله ديالو. يعني في مثلا في الامارات ما خداماش لونغلي، الاكثريه خدامه 80% خدامه العربيه. المغرب عندنا 99% ديال لي ستور محلولين باللغه العربيه، نادرا فاش كتلقى شي ستور محلول بالفرنسيه. يعني ماشي نقول لك ماشي ولا بد لونغلي،